الرحمن مجدي 10، محمد الشامي 11، وباسم مرسي يقود هجوم الدراويش بالرقم 9. ينطلق اللقاء، تنطلق المباراة، هيبقى على اليمين أصحاب الأرض بالنبيتي أو بالعنابي أو بفانيلة الرومانيستا سيراميكا كليوباترا. في وسط الملعب عمر الوحش، أمامية للشامي، وصلت للشامي على مرتين، استلام من محمد الشامي في مواجهة زميله السابق محمد عادل، عدى الشامي ولحقها ولعبها بالعرض، لا يقفل عليه ويقطع، تعود من جديد، كان عايز يعمل 1-2. احمد ياسر ريان عمل ال 1-2، وصلت ايبوكا جوه منطقه الجزاء في منتهى الخطوره، ومره ثانيه العرضيه، لكن محمد كوكو تتلعب لعصام، اماميه توصل لاحمد ياسر ريان جوه منطقه الجزاء، يموه يعدي، وعرضيه لكن كانت قصيره شويه على ايبوكا، تعود من جديد باهر المحمدي، يلجأ للكرة الطويلة لباسم مرسي لكن ما تتظبطش، انطلاقة من القرموطي حطها حلوة، ايبوكا واحد على واحد، ايبوكا دخل جوه منطقة الجزاء وسدد، لكن كوكو يمنع ايبوكا من الفرق المظلم، لكن ايضا في تكافؤ، في ندية، ويمكن ده أول اختبار للحارسين في المباراة، الاختبار اللي وضعه جديد الكرة المشتركة، أحمد رمضان بيكهام ياخدها لنفسه لكن يقع، صالح جمعة اتلعبت غلط الكرة، وإيبوكا يا ولد، والتسديدة بالقدم اليسرى، التسديدة من إيبوكا، تاني محاولة من اليمين واحدة بالشمال، لكن شوف التثبيتة دي وتغيير الاتجاه وراح، لكن جات له على شماله، قال التمرير الغلط من صالح جمعة، خبطت الكرة وغيرت اتجاهها، وكرة في منتهى الخطورة كان ممكن يعني تسفر عن هدف، خطأ في التمرير، طويلة لمحمد دسوقي، خدها لنفسه، مشي محمد دسوقي، مشي لحقها، وكرة بالعرض لكن ما تزبطش، سلمها لمحمد بسام، صالح ادي باسم اهو، لمسه واحده على طول ناحيه اليمين لعصام صبحي، يقرب عبد الرحمن مجدي ويستلم، يمشي عبد الرحمن ويسدد، عبد الرحمن اول اختبار، تاني اختبار، اول اختبار وتاني اختبار في كوره واحده، ثلاثه في الركنيات للاسماعيلي ولا واحده في السبعه تم استغلالها بشكل سليم لغايه دلوقتي، ادي الكوره سيراميكا عاليه، ضربة جزاء بالفعل حسبها الكابتن محمود البنا، ضربة جزاء لسيراميكا كليوباترا، باين ان هو يطالب اصلا، اهو ادي الكورة، اهو ادي الاعادة، وادي الكورة عصام صبحي، والله رأسية احمد ياسر ريان، هو بظهره يعني عصام صبحي مش شايف الكورة، لكن هو المعيار، هل هو مطلع ايده خارج محيط الجسد ولا، على اي حال خلينا نستار رجب نبيل، وبرجله اليمين رجب نبيل يا ولد يرسل كوكو في زاوية ويسكن الكرة في الزاوية الاخرى، ويتقدم في الدقيقة 40 باول اهداف هذا اللقاء بركلة جزاء رجب نبيل. اذا عصام صبحي يتسبب في ضربة جزاء، واضح انه اخذ برشامة كده من أحمد ياسر ريان، ومعلومة كانت حاسمة، لأنه بقول لكم كوكو معار أصلا من سيراميكا كليوباترا، وأحمد ياسر ومعظم لاعبي سيراميكا يعني، وطلعت الكورة برا الملعب، تاني رمي التماس، لعب على طول، مفيش أوفسايد طبعا، القرموطي خدها لنفسه بشكل رائع، خدها بالشمال، سدد باليمين، لكن الكرة تعلى فوق العارضة، شوف فيش تسلل طبعا في رمي التماس، اتحرك واستغلوها بشكل كويس، وترقيصة روعة من القرموطي، وباليمين يسدد لكن تعلى فوق العارضة. ريدو للاعبي بدلاء سيراميكا النهاردة، عامر في المرمى، زلاكا وسيف ثقة وسامويل أمادي ومحمود نبيل وميدو جابر ومحمد ناصف وبودي، وعبد الثاني طبعا هيبقى سيراميكا على اليسار والاسماعيلي
على اليمين محمد شكري ياخدها لنفسه يمشي، لكن معاه عصام صبحي مش سايبه، جت المسانده وحطها حلوه قوي. احمد ياسر ريان بيحاول يعدي، لكن باهر المحمدي يتصدى لانطلاقه وتوغل احمد ياسر ريان من الجهه اليسرى في منطقه جزاء الدراويش، وتطلع بره كوكو، لكن مش بالقوه الكافيه. وصلت مره تاني للاسماعيلي عن طريق احمد محسن، انطلاقه من الجهه اليسرى، يمشي محسن، يمشي محسن، عرضيه خطيره جدا، فراس 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 يصلحها جوه المنطقه، باسم مش ممكن، باسم مرسي كاد ان يمنع بن خماسه او احمد محسن او ياو. اتطور الاداء بالفعل، وكمان اللي نزلوا بعد كده ادي ياو اهو، ياو 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 ياو، عرضيه ومطالبه بضربه ركنيه، وبالفعل يحتسبها حكم اللقاء الكابتن محمود البنا والمساعد حسن الدرندلي، ضربه ركنيه للدراويش. شوف كره باسم مرسي، ادي التصليح والتهيئه من فراس، وباسم كمان خدها لنفسه بشكل كويس. سخنت المباراه، سخنت المباراه، اشتعلت الاجواء. الاسماعيلي بعد ما تعادل، بعد ما تعادل الان فراس، وادي تبديل لسيراميكا المره ده، هو بيرد احمد سامي على تبديلات جريده، يسحب توني، يدفع بنيدو جابر، والضربه الركنيه الاسماعيلي. حماس، حماس كبير جدا في استاد القاهره الدولي من جانب جمهور الدراويش، اللي زاد املهم في خطف الثلاث نقط وفي تحقيق اول فوز هذا الموسم بعد الهدف الرائع المبهر لباهر. ميدو جابر في اول لمسه حطها حلوه لايبوكا، وما فيش اوفسايد، وكوكو يتالق كوكو من جديد رغم التسلل، اتلعب بسرعه الى ميدو جابر. احمد ياسر ريان عمل 1-2 مع شكري، بينيه من شكري لكن ما مشيتش، عدى كويس قوي احمد ياسر ريان ويسدد برجله الشمال، ارضيه زاحفه. لكن كليوباترا دخلنا في المنعطف الاخير في هذه المباراه، دقيقه 77، التعادل الايجابي 1-1. وادي ايبوكا، ايبوكا مش ممكن، المرمى فاضي، تغلب ايبوكا على كوكو المره دي، لكن ما تغلبش على دسوقي، تنشق الارض ويضيع هدف مؤثر. ادي الكوره، ادي الكوره، والله هاشم، تنشق الارض ويظهر بطل للدراويش اسمه محمد هاشم، يمنع عبور الكوره للشباك وينقذ هدف مؤكد لسيراميكا كليوباترا. ادي جون ايبوكا عداها المره دي دقيقه، كله بيعد، شوف جمهور الاسماعيلي في المدرجات كله بيعد الدقايق، مش هبالغ لو قلت بيعدوا الثواني، لان غالبا غالبا اللي هيسجل هدف تاني في المباراه هيبقى صعب تعويضه قوي. سيراميكا كان قريب، الاسماعيلي هو كمان عايز يقرب اهو، عرضيه صالح جمعه والراسيه، لكن في دفع، في دفعه وفي فاول وفي ضربه حره ل سيراميكا، سجل في الشوط الاول، الاسماعيلي سجل في الشوط الثاني. كرة عالية وبسام، وكمل فيه فراس، كمل فيه فراس، وفاول على فراس وانضاف، هيخلوك تحس بنقلة في جدول الترتيب. كناريا اتلعبت الكرة وتسديدة من بعيد قوي، طمع فيها احمد ياو، تدخل ياو حطها لباسم، هيسدد باسم مرسي، وتسديده طمع فيها طمع بطرة. تتلعب الكره لميدو جابر، يعكسها جميله جدا على حدود منطقه الجزاء، زلاكا حطها بالراس لاحمد ياسر ريان اللي يقع في منطقه الجزاء وبيعترض وبيرفع ايده، لكن خرج كوكو ومسكها، وخناقه ياو يبعدها عادل تاني على حدود منطقه الجزاء لقلاوه لزلهكا جوه المنطقه، يسيطر على الكوره مره واثنين ويفتح لنفسه هيسدد، وتسديده بالفعل في الزاويه القريبه. وبدانا كمان في الدقيقه الرابعه والاخيره من الوقت بدل الضايع،
وممكن نقول ممكن تبقى دي اخر كرة في المباراة. هنشوف الاسماعيلي هيستغلها ازاي او هيحاول يستفيد بيها ازاي. صالح جمعة عالية مش ممكن في راس، اتلعبت الكرة بالمقاس من صالح جمعة واتلمست بالفعل من بن خماسة، لكن محمد بسام بالمرصاد يمنع هجمة ويمنع فرصة في منتهى الخطورة، وبالفعل كانت هي اللقطة الأخيرة في هذا اللقاء.